السلام عليكم. طبعا في ال 24 ساعة اللي انت بتعيشها كل النهار بدي اطلب منك دقيقة لله، دقيقة. اذا انت وصلك هذا الفيديو واسمه فيديو الدقيقة، معناته الله سبحانه وتعالى بده يبني لك شو؟ قصر في الجنة. في الحديث اللي صححه الألباني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت عليه، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دقيقة، احنا بعدنا بنقول دقيقة. اقرأ معاي أنا وياك قبل لا تطفي الفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. طبعا الآن الله سبحانه وتعالى بنى لك قصرا في الجنة. وإذا ساهمت في نشر هذا الفيديو، كل إنسان بشوفه وكل إنسان بيقرأ كل هو الله أحد، لك أجر ولك مثل القصر الذي سيبني الله له بيتا في الجنة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.